مرحبا، فتنا بجو الأعياد وبلشنا نحضر للأعياد، وهيدي الحلقة هي لنتعلم كيف نعمل تمبليت أو طبعة لبيت السكر أو جينجر بريد هاوس. كلنا منحب نعمل جينجر بريد هاوس بالبيت، بس ما بيكون عنا المقاطع المناسبين لأن نعملهم. بهيدي الحلقة منتعلم كيف نعمل الطبعة لنقدر نشتغل البيت يلي بدنا إياه. إذا حبيتوا شغلي ما تنسوا تشتركوا بالقناة تبعي، تعملوا كومنت لايك اند شير. بالبداية، على أي ورقة أو على أي كرتونة منقدر نرسم عليها؟ نرسم 10 سنتي بـ7 سنتي بالعرض. 10 سنتي هو بالطول، 7 سنتي بالعرض، ومنتأكد إنه زيحنا جالسين ليقدر البيت يطلع معنا جالس. بعدين 7 سنتي بقسمها بالنص يلي هي 3 سنتي ونص وبحط علامة، والعشرة سنتي نصها هو 5 سنتي بقدر حط علامة تانية، وتاني ميلي كمان رح حط علامة 5 سنتي واجمع النقط ببعضها. هيك بيكون صار عنا القرميد والحيطان لميل التحت. هيدي بنعمل منها 2، من قدام بنقدر نعمل باب شباك، من ورا بنتركها ما فيها شي. هلأ حدا بدي اعمل الحيطان، منبلش بـ10 سنتي بالعرض، وبالطول رح نعملها 5 سنتي مثل الحيط تاني ميلي. نأكد انه الزوايا مزبطين تنقدر نشتغل. بنحط الـ5 سنتي، نرجع نرسم 5 سنتي تاني ميلي، منسكرهم. نتأكد انه الحيطان طول بعض، 5 سنتي من هون 5 سنتي من هون، هي 10 سنتي وهيدي 5 سنتي. هلا السقف على طول بنعمل له زايد سنتي او 2 سنتي. سنتي هي اذا عم نشتغل مع الباستياج يلي هو عجينه مثل الفوندان معموله بالبيت وما بتكون بحاجه لسماكه كتيره، فبنعملها 10 زائد 1 بيطلع عنا 11 سنتي. بس اذا نحن عم نشتغل مع جينجر بريد هاوس منزيد 2 سنتي، 10 زائد 2 يعني بيعملوا 12 سنتي. وبالطول كمان نفس الشيء، عنا نحن 5 سنتي تحت رح تصير 6 سنتي مع الباستياج، واذا كان عنا جينجر بريد بتصير 7 سنتي. نحن منزيد ليقدر البيت القرميد تبعه يظهر شوي لبرا ويكمش البيت مزبوط. من كل تمبليت من هودي نحن بحاجة لنقص 2. عم نقصهم مثل ما انا شايفين، بننتبه انه نقص القرميد مزبوط. وهودي الحيطان، فينا نسمك الورق ونعملهم على كرتوني اسمك شوي، بتطلع تمبليت ادخل شوي وبتمسك وتنمسك بالايد احسن. وهيدا السقف كمان عم نقصه. هون اذا بدنا نعمل شبينه، انا عملتها 2 سنتي ب2 سنتي كارو. فينا نعملها 2 سنتي ب3 سنتي طول، بتطلع اجمل كمان. هيدي بدنا منها قطعة واحدة لأنه هي الميلة الإدمانية من الشبينة، ومنعمل كاروتين 2 سنتي ب2 سنتي ومنقصه. منقصه بالأول بالنص، جربناه ما عم يعطي 90 درجة، لازم يعطي 90 درجة مع القرميد كرمال ليكون عنا شبينة مزبوطة. بعدني عم قص شوي صغيرة. اوكي هلأ زبطت وصار عنا اياها 90 درجة. هيدي القطعة بنعمل منها 2، اكيد بس قول نعمل منها 2 يعني لما بكون عم قص السكر بنعمل منها 2، بنعمل مرة يمين مرة شمال خصوصا مع الجينجر بريد. وهودي القياس كتير صغير للجينجر بريد، اكيد لازم نكبرهم شوي بالنسبة للشمينة. وهلأ منجيب ورق تغليف الكتب، منبلش نقص كل وحدة من قصة أكبر من حجمها بمرة، لأنه بدنا نلف النايلون عليها من ميلة ورا من ميلة قدام. وهيتني وحدة قصينا الغلاف قدها بمرة، وهيدي آخر قطعة نشتغل فيها. هلأ منجيب النايلون منفتحه، منحط الورقة على الطرف مش على النص،
منجيب النايلون منحطه بانتباه فوقه، منبلش على الطرف، منمسده على الطرف، بعدين منجيب المسطرة ومنسحبها كرمال لما يتوقع انه يفوت فيها هواء. منجيب المقص منقص كل الطرف، ننتبه نحن وعم نقص ما ننزعها، وهيك بيكون عنا صار اول طبعة للبيت. منحطها على السكر ومنجيب سكين ومنقص. بحلقة جاية رح أعلمكن، رح أعمل بيت باستياج ورح قصه قدامكن. هلأ منبلش على الطرف، منجيب المسطرة ومنسحبها لنتوقع كل الهواء، هيك منتأكد ما فيها هواء جوا. منقص القياسات أنا حاطتها، فيكن أنتو تستعملوا القياسات اللي بدكن إياها، فيكن تكبروا، فيكن تصغروا، فيكن تستعملوا القياس اللي انتو بتحبوا، بس انا هيدا القياس عملته لانه عندي بيت الابيض الباستياج اللي عملته بدي اياه بهيدا الحجم، فاشتغلتهم بهيدا الحجم. وكمان الشوميني كتير صغار بس انا ما استعملتهم بهيدا البيت لانه كتير صغار، ما حبيت استعملهم. وهيك الطبعات بيكونوا خلصوا معنا، بتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لحضوركم.